السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. اليوم الحصة تاعنا وين رسميا الجزائر يعني تنسحب من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، يعني انسحاب رسمي، يعني ما غاديش نحضروا، يعني على بالنا ما نقعدوش نضحكوا على روحنا ولا نضحكوا على الشعب ولا نضحكوا على السلطة الجزائرية. جاو ناس اللي يعطوكم ديريكت كاتيتاب، كاين كاين مكاش مكاش. شاهدنا وين هذيك زوجة قاصرة وين تقول لهم الوزير وين تصالي ما غاديش يروحوا إهانة. لا لا يا علامة الساعة، انت يا واحدة من علامة الساعة. الناس كي يبغوا يعرفوا علامة الساعة يشوفوك انت، يا نساء شبيهات بالرجال والرجال شبيهات بالنساء، هذا مكان ما تالي كاع. انت يا واحدة من علامة الساعة. الراجل يعطيك في الدراهم يقول لك خرجي تهضري هو خازن. هذه هي قالت لهم لا، قولي انت يا الإهانة. نقول لك وين هالإهانة؟ الإهانة مين روحتوا للفيفا وقاعدين ديروا في السينما تدوا في الدراهم وتلهوا في الشعب؟ هذيك هي الإهانة. إهانة ميكتو تلهوا في الجماهير الجزائرية. ما هي الأسباب الانهزام؟ كان لا قسامة لا قسامة لا والو. مدرب هربت له، عندوش خبرة في الصوالح، مدرب هربت له، ضعيف تكتيكمو، ما التالي كاع، ما التالي يا، وإذا تورونا أنا بنتي تقول لي قسامة، علاش قسامة هذا؟ مدرب تبارك الله بدون يخمم بلي غادي نقصف فلان ونقصف فلان ونعاود نرد زاتشي ونعاود نرد منها ونعاود ندير هذاك ونعاود نعاود ما كانش يولي يهدر. تصب الشبك تربدو على بالش بلي لاربيت يدير طر طر باش بارتي تحبس. قدام لاربيت يقول جوي لافونتاج لعب عليا. فما كانت الإهانة، وكانت الإهانة نهار اللي جبنا كوب دافريك وليبيا مشي متأهلة كاع من الكاس، ليبيا كاع مشي متأهلة كاع، وربحنا في 2019 ليبي، وانتوما خسرتوا الدراهم، عطيتو لي بورتابل هذيك تاع حمادي ولا الشركة تاع حمادي، راح طلعوا منا الوزير ذاك برناوي جاي يجري هنا رفد لي بورتابل وقلع راحو كما صوف الليل، هاك انت هاك انت فوطي عليا فوطي عليا فوطي عليا فوطي عليا. الحاج قال له قدام السفير قال له يا زاتشي اترشح انت، رؤساء اتحاديات غادي ما يصوتوش على بهلول، غادي تجيهم طايحه، يقول لك انا رئيس رابطه، احنا لازم هذا لازم رئيس اتحادية. هو ما بغاش، قال لهم انا نجيب، راح في الليل ولا يتقطب هاليك هاليك، وعطاو 32,000 اورو للمرت الاخرى كيما تسموها فاطمه سامورا. ومن بعد من خسروا خرج بهلول تقول له بالله فمك، عيطوا له بالله فمك قالوا تستهدر، قال لهم زوجة سفير سينيغالية في الجزائر هي اللي دارت لنا كلش، وقول بلي عطينا هاد الدراهم طردقتنا، دا 32,000 اورو، واو لله سي بهلول، وقولها كيما هكا، وزيد الزوجة يعني احنا متأهلين منتخب، ويقولوا عندنا منتخب وعندنا مدرب وعندنا، تحصلنا على 14 نقطة وقيلنا 15 نقطة أمام ليبيا، ما تأهلوش الكوب دافريك، راهم في ثلاث خطرات ما تأهلوش وما خير منا. هذه هي الإهانة. وكورة حصادي وراح أنا راني من مارس نقول لهم اسحبوا الدوسي، ما تقولوش بلي 2025، اسحب الدوسي إهانة، اسحب ما تخسرش. خاطر أنا نقول لكم المغرب عندها 20 نقطة وحنا عندنا 4 نقط، والد صادي ما عنده حتى دخل، الوزير هذا ما عنده حتى دخل، الوزير والد صادي مشي باغي بإهانة. من التالي انتوما بغيتو والد صادي يروح والوزير يروح، ومن بعد تخرجوا كي كلاب تنبحوا تقولوا والد صادي والوزير خسروا. ما لا، والد صادي مازال والد صادي نهار الثلاثاء يستلم المهام. هيا كي غادي يدير؟ هيا قولي كي غادي يدير؟ هيا قولي كي غادي يدير؟ تقصوا علينا. وانكشفت مصادر موثوقة بأن الجزائر وين سحبت ملف
ترشحها لاحتضان بطولة كأس أمم إفريقيا في نسختين 2025-2027، كما أكد المصادر نفسه أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم الفاف سيعلن عن سحب الملف خلال الساعات المقبلة، أي قبل أيام قليلة، قبل 3 أيام عن موعد الإعلان الرسمي من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن هوية منظمين لنسختين مقبلتين. السنغال ربحتنا بسبب تصريحات تاع واحد البنادم، تصريحات وتصريحات تاع الصحافي تاع فيسا وتاع كامل مهويبي، قال لك انا بنترين اصطاد كنخاصم هذيك. السنغال انا نقولها لكم، السنغال خسرت مباراه وديه وربحت تنظيم دوره، خسرت مباراه وديه، ما تجوع ما تشبع، حنا لهنا تجوعت غير الهيسر، وجوع قلت لك جوع تشبعت الهيسر وشبعت مدرب، خرج كيما هكا كاين خيانة، كاين خيانة، هادي تربع غاليكا، روح تربع، روح 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 روح، كون سكت انت في 2019 وسكت في 2021، انا في 2019 لليوم، مشا صاري كيما هكا السيدي ما يصاريا، انت قعدت لا تجيبو فلان لا تجيب لا، لا سب بلي انت راك غالط بالجزائر، لا تك، راك غالط، راك غالط، ويحيى معش عام العام من 75 هو في الديوان، تربى في الديوان، يعرف القصر الحكومة من الداخل أكثر من داره، ويره عباس المدني ولا تبانو بلي هو رئيس الدولة الجزائرية، صاب روحو يضرب في الصوفة الداخل 12 عام، حسن تايا بلوطة، بيجي بي تحكم انت في الجزائر، ولا تقول بلي كي بلاصتو كاس يدخل روحو. راك جاي انت بجد قرار الدولة إصلاح الرياضي تاعك مهبول ولا مالك؟ وكان الجزائر قد أعلنت في وقت سابق عن ترشحها بشكل رسمي لاحتضان نسخة كان 2025 قبل أن تترشح بعد ذلك لاحتضان النسخة التي تليها عام 2027، وجاء هذا في ظل التطور الكبير للبلد في مبنى في البنية التحتية الرياضية، خاصة بعد تشييد العديد من الملاعب الجديدة وفق مقاييس عالمية، بالإضافة إلى إعادة تجهيز وتجديد بعض الملاعب القديمة في مدن مختلفة. ووفق لما أعلمه فإن السبب الرئيسي الذي جعل الاتحاد الجزائري لكرة القدم في سحب ملف ترشحه هو انتخاب مكتب التنفيذي الجديد للاتحاد بقيادة رئيس وليد صادي، الذي يرغب في التفرغ لملفات أهم من تنظيم كان، فضل عن أن عهدة صادي الحالية ستنتهي بنهاية عام 2024، أي قبل وقت قليل فقط من انطلاق نهايات كان 2025. هذه هي. وكانت تقارير عديدة قد أشارت إلى أن الأسباب التي تقف وراء قرار الفاف هو تداول أنباء عن حسم المغرب مسألة تنظيم كان 2025 والسنغال 2027، على الرغم من أن الاتحاد الإفريقي لم يعلن أي شيء رسمي حتى الآن، لكن توقعات والكواليس تؤكد هذه الفريضة بالنسبة كبيرة. يا ولدي شوف، لو 16 مارس المغرب فوطاو كاع عليها، بالتالي حنا فوطات معنا تونس، فوطات معنا ليبيا، فوطات معنا جنوب افريقيا، وفوطا معنا مصر، 4 ابو ريدا غير دايرها هكا بالعامي، لا ابو ريدا ما عرفتش هذه، باش ندخلها لكم مليح في لسانكم. وترى ان ترشحت كل من الجزائر المغرب والثنائي نيجيريا والبنين ملف مشترك، وكذلك زومبيا من اجل تنظيم نهائيات القاريه سنه 2025، بينما ترشحت كل من بوتسوانا السنغال والثلاثي كينيا واوغندا وتنزانيا ملف مشترك لتنظيم نسخه 2027، وعلما ان الجزائر ترشحت ايضا لتنظيم نسخه 2027 بحسب ما اعلن عنه الكاف في وقت سابق. لكن بيتم تضرك عندك تايا واحد كيما ذاك الوازي اللي كان سبقا يروح يلقى غي جامع بالماضي في المطعم، هذا كانت المهام تاعو، تحسب اللي مزياف تاع 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 المطار، يروح يلقى غي جامع بالماضي ويجي هو وياه، ويدير له الطبل ويدير له الكاطو والتمر، زيد كان رئيس اتحاديه غي يهدر يلقى جامع بالماضي، رازاتشي كان يهدر يقول جامع بالماضي، بصح رازاتشي ذاكي جد زاتشي كان قايس بالماضي قدامه ذكي، وكان هو يسير مراولي، وزيد ولد عباس المدني من قطر كان يسير، بصح نقطعو لكم الكابلي تاعكم نقطعوه، ها ندخلو والله نقطعناكم واحد واحد، والله ما نخلوكم،
اي قريبه صارت نرتبوا شويه بحد ارجت فات اللي يخدع الخدوة احنا بالك. ما تنساوش عطونا شام كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد. اللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.